ثلاث نقاط بعنوان شكرا مصطفى شوبير وربنا يخلصنا منك يا رامي يا ربيعة بعودة ياسر إبراهيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متابع المشجع مع أحمد ده، الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية أحرز الأهداف بيرسيتاو بهدف ولا أجمل ولا أروع، تخصص في الإسماعيلي كالعادة وعودة النجم إمام عاشور للتهديف، ولكن المرة دي والهدف الأول له مع النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بمهارة فردية عالية جدا. إمام عاشور يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي، ولكن رامي ربيعة يأبى أن المباراة تمر بظروف عادية، تمر أن النادي الأهلي كسبان 2-0 لازم يعمل كارثة كالعادة. معرفش هتنحسب ضربة جزاء ولا ما تنحسبش، ولكن تهور لعيب ما ينفعش يكون متواجد في النادي الأهلي من رامي ربيعة، ما ينفعش أنه هو لعيب كابتن من كباتن النادي الأهلي ويعمل التهور ده، تنحسب ما تنحسبش، ده بتاع التحكيم المصري اللي احنا خلاص حطينا صوابعنا العشرة في الشق من التحكيم المصري. شكرا مصطفى شوبير، مباراة أجمل من كده مفيش، مباراة أروع من كده مفيش. مصطفى شوبير متألق وتصديه لكرة في آخر دقائق المباراة، مفيش أجمل من كده. مصطفى شوبير ثلاث نقاط بيد مصطفى شوبير، ثلاث نقاط بتألق مصطفى شوبير وبيرسيتاو وامام عاشور، ولكن النادي الاهلي مع عودة حسين الشحات وبيرسيتاو وامام عاشور ومروان عطية شكل تاني، الاداء في تحسن نسبي ان شاء الله مع مرور الثلاث مباريات القادمة نوصل للمباراة نهائي افريقيا باداء افضل ان شاء الله بلعيبة النادي الاهلي. شكرا لعيبة النادي الاهلي على الثلاث نقاط، في انتظار مباريات قادمة وثلاث نقاط جديدة للنادي الأهلي في المباراة القادمة أمام الجونة.